كان مقصد صيادي الأسماك في العراق، وفيه تتوافر كل أنواع المعدات الخاصة بصيد الأسماك، سوق الحبال والشبك بمنطقة الشواكة. مضى على وجوده أكثر من 200 عام ويعيش للأسف أسوأ حالاته بعد انخفاض مناسيب نهري دجلة والفرات واستحالة الصيد. ميناس السهيل زار هذه السوق العريقة وعاد لنا بهذه التغطية. وين أني؟ أنا بسوق صار له موجود أكثر من 200 سنة، هو سوق الحبال والشبك، اللي هو سوق مهم جدا لصيادي الأسماك، مو بس فقط في بغداد بل بكل العراق، من كل المحافظات يجون لهذا السوق العريق، سوق جدا قديم ولحد الآن الصيادين يقصدوه حتى يشترون المواد اللي يحتاجوها. سوق كلش كبير وبي أشياء جدا جميلة، رغم حرارة الجو لكن نشوف الصيادين يصير عندهم متعة من يتجولون بهذا السوق. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حلوة شغلات الصيد؟ أكيد حلوة، يعني سنارة والشبك، سنارة والشبك والسلية اللي معروفة. فهاي أجواء كلها يعني إحنا نحبها، يعني هواية. من الكوت؟ من الكوت أنا. وأجي هنا أنا أشتري الغراض اللي متوفرة هنا أنا، في يعني أعبر محافظة في سبيل أحب هاي الهواية. يعني من الكوت جاي لهذا السوق، سوق الشبك والحبال، حتى تشتري مواد الصيد؟ اي بالضبط، اي نعم. اي فانا يعني اتعنى يعني محافظه حتى القى اللي بتوفر لي، يا اخذه واروح يعني شلون اقول اصيد به. اي الاخبار تقول انه النهر شويه بالكوت شويه نازل، هذا ياثر عليكم كصيادين؟ طبعا ياثر علينا، بس احنا شنو متعودين، فهو اكثر شيء هو الموسم او الصيد بالفصل الصيف اكثر من الشتاء، لان بالشتاء السمكه تنزل جوا ما تصيد. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. ميت الأيام الأمور في دول قلبك الله يخليك. صياد مبين عليك وتحب الصيد؟ أبن عن جد. أبن عن جد. إيه. وهذا السوق أيضا سوق كلش قديم. هذا السوق حتى لو ما عندنا شيء، هسه اليوم أنا عندي شغلة بباب الشرجي. إيه. ما اشتميت ريحته من بعيد، جيت أتونس عارف ما أكل، خذت الغراض ب50 وأنا ما محتاجها. وين يعجبك الصيد؟ بيا مكان؟ والله قبل كنا قاعدين أنا على الشط، المي نزل وسمكة ما تحب المي الوسخ. سمكتنا الحرة تحب المي النظيف. قلنا نطلع لو الحلة نوفا كوت. البارحة كنا جماعتنا العزيزية خابرونا ضافونا، رحنا قعدنا يمهم. صيد الأسماك هسه حاليا في بغداد شوية ماكو، ضعيف كلش. يعني سبب شو؟ المي ماكو. إيه مي ماكو كله. السمكة تحب المي العالي هسه، لأنه سدي الكوت شوية سادينه، سدي الكوت، فالمي أكثر شيء عزيزية. من الصويرة وأنت فوق أكو مي، بس من الصويرة اللي جاي ماكو. تجيتوا سوق الحبال والشبك اللي بالشواكه، كنت تدورون على فد شيء بالصيد، يعني فد آلة معينه؟ هو مدات الشبك لازم. لقيتها اي موجوده، السليه موجوده والشبك العادي المدات موجوده. يقول لك صيد السمك ونسه، صيد متعه وضع عليه الصياده، مثل صياد اكو صياد يعرف شو يصيد. مثلا احنا نريد اليوم نشلع قلبنا ندور الشبوط. الشبوط يراد له قاعده خاصه، يراد له طعم خاص، يراد له مكان. سناره قويه الشبوط، احنا بالمي نعرفه، ياخذ الشص ويمشي عكس المي. وين اكو مي قوي؟ نلتقي بيك وانت
اكثر العارفين بتاريخ هذا السوق العريق اللي هو اكثر من 200 سنه. ولادتي هنا، يعني اني هسه عمري 64 سنه، اني مسقط راسي هذا ومعاصر، يعني معاصر السوق بكل مراحل، بكل المراحل، من كان سوق يعني يشاد له بالبنان، من كان كل شيء بيه. والان السوق نعم هسه اختصر على صناعة بيع شباك صيد الاسماك. نعم. هو احنا نسالك على هذا الموضوع، ادوات الصيد او الادوات اللي يحتاجها الصياد. نعم. يلقاها هنا؟ يلقاها كلها، من سناره الى خيط الى شباك صيد الاسماك الى كرفات البحيرات الطينيه الى شباك الاقفاص العائمه الى علافات الى يعني كلها يحتاجها الصياد. كلها يحتاجها. هذا السوق هو فريد من نوعه، هو موجود هنا في بغداد في منطقه الشواكه، وايضا في اكو سوق في البصره. نعم، هاي هن السوقين ذني يعني معروفات بالعراق كله. بالعراق كله، سوق الشواكه اللي ببغداد، وسوق مقام الامام علي اللي بالبصره. جميل جدا. لكن هذا السوق وبالفاو هم اكو، يعني الصيادة هناك اي اكو يعني، بس يعني المقر او المركز الرئيسي هو هناك حسب ما ذكرت لك. نعم. مقام الامام. نعم. بس هو هذا السوق يعني في فترة من الفترات، اذا حكينا على فترة الثلاثينات او الاربعينات او الخمسينات، من كانت مناسيب نهر دجلة عالية جدا وحتى يصير فيضان، الصيادين يعني هذا يكون هذا المقر. نعم. مالتهم هذا، هنا يجون قريبين عن النهر ايضا، واحنا قريبين عن النهر. ابتعدنا خطوات قليلة عن سوق الصيادين اللي يبيعون به الأدوات اللي يستخدموها الصيادين في صيد الأسماك، وصلنا لهذا السوق أمتار قليلة. هذا السوق خاص ببيع الأسماك، سوق الشواكة على بعد أمتار قليلة نهر دجلة. كان توقعنا أنه الصياد يشتري أدوات الصيد من سوق الصيادين، يتمشى له 500 متر أو أكثر بشوية، يروح النهر دجلة يصيد ويجي يبيع السمك هنا. طلع الموضوع لا، مو هيك. السمك الموجود الان هو تم اصطياده من خارج بغداد، لانه نهر دجله الان انخفضت مناسيبه بشكل جدا كبير، مما اثر على هذا السوق، سوق الصيادين، واثر حتى على بيع الاسماك في بغداد.